بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أوقفوا قتل الروهينجيا. هذه القضية العادلة، هذه القضية التي يجب على كل مسلم أو كل إنسان أن ينتفض من أجل مساعدتهم ودعمهم. نجد مع الأسف بعض المشككين ممن ماتت قلوبهم، ماتت ضمائرهم، يحاولون أن يزيفوا الواقع وأن يحجبوا شمس الحقيقة بغربال التضليل والوهم والخداع. الشعب الروهنجي يتعرض لأسوأ عملية إبادة في العصر الحديث، ترتكبها ميليشيات بوذية متطرفة وترتكبها عناصر تابعة للحكومة البورمية وتحديدا الجيش البورمي. عملية التشكيك بدماء ضحايا المسلمين عملية هي سقوط أخلاقي قبل كل شيء، وأيضا يعني ستسأل عنها يوم القيامة عندما تريد أن تحول ضحايا بورما، ضحايا مسلمين الروهنجيا في أراكان إلى إرهابيين. أرجوكم الجميع عليهم أن يدعموا هذه الفئة المستضعفة في بورما. الجميع يجب أن يقف وراءهم، انصروهم بكلمة. أنا طبعت تيشيرت أوقفوا قتل الروهنجيا المسلمين في بورما وسأرتديه عندما أذهب إلى عملي، عندما أذهب إلى الأسواق. هذا أبسط شيء، عرفوا الناس بهذه القضية المظلومة، عرفوا الناس بما يعانيه أهلنا هناك. عمليا القفز على الحقيقة وخيط وحبل الكذب دائما قصير. القفز على الحقيقة لن تؤدي بك أن تكون نجما ساطعا، ستكون نجما ساطعا عند أشباهك من المضللين الكاذبين. الروهنجية يبادون عن بكرة أبيهم بسيوف المتطرفين البوذيين وببنادق العسكر البورميين، والعالم كله يعلم بذلك. التشكيك في هذه القضية هي خيانة للأمة، هي خيانة لدماء المسلمين، وهي خيانة للأبرياء. شاركوا هذا الفيديو في كل مكان، وتأكدوا إن طبعك لهذه اللافتة أوقفوا قتل المسلمين الروهنجيا في بورما، وأن تمشي في الأسواق في أي مكان كنت، سيدفع الآخرين للبحث عن هذه الفئة المظلومة. نستودعكم الله، ودماء أهلنا هناك في رقاب الجميع، فدافعوا عنهم بالكلمة.